فوائد الأجبان ومضارها. أكيد. هلأ سمير بالبداية الأجبان لها دور كتير أساسي بحياتنا. هلأ صحيح أنه اللي أنت ذكرته أوقات صار ينضاف مواد مضافة على الأجبان مثل الدهون المهدرجة أو الزيوت المهدرجة، ولكن إذا إحنا اخترنا نوعية صحيحة من الأجبان صحيح، فهي رح تفيدنا، مصدر للبروتين، مصدر للكالسيوم، كمان مصدر لفيتامين دال وبي 12، فإلها دور كتير أساسي، ويفضل أنه ناخدها يوميا، سواء أجبان، لبن، لبنة، الإشي اللي إحنا بنفضل، الإشي المتوفر عنا، بس أهم إشي أنه يكون من مصدر جيد. هلا احنا في عنا كتير انواع من الاجبان، صار في عنا جبنة الفتة، جبنة الحلوم، جبنة القريش، والقريش جبنة القريش كتير معروفة شف غادة بمصر صحيح، وصارت هلا حاليا متواجدة عنا بالاسواق، وخلينا نبدأ بترتيبهم من الاقل سعرات حرارية للاعلى سعرات حرارية. لانه انا من الناس صدقا انا اعشق كل انواع الاجبان مهما كانت، يعني دائما بحاول اوصيها من مصر يجيب لي الجبنه القديمه مش المش، بس ما حيك طردوها من الطياره، موصيني على المش وعلى العسليه يعني من مصر. مش وعسليه بس حتى الجبنه القديمه اللي بيطلع فيها عفن هو صح؟ صحيح، دود والله العظيم. فكل انواع الاجبان انا فعلا بحبها. أكيد. طيب الاجبان المتعارف عليها يلا زي ما تفضلتي هي لا ثانيه واحده، هو انا عايزه اوضح بس المش من اكتر الحاجات اللي بيطلع عليها دود يعني فهمت قصدي، يعني لازم تتاكل بسرعه صحيح، لما ما بتتاكلش بسرعه بيطلع فيها دود، ده المقصود يعني طبعا. واحنا دائما بننتبه انه الاجبان بيكون مضاف عليها كميه ملح لحتى نحفظها لاطول فتره مزبوط ممكنه، ومن هون بيجي في انه كثير ناس بتخاف منها انه فيها نسبه عاليه من الكوليسترول، فيها نسبه عاليه من الدهون، فيها نسبه عاليه من الاملاح، بتدرج فيهم من تحت لفوق. اكيد طبعا. اكيد سمير. اول شيء رح نبدا بجبنه القريش، وتعتبر جبنه القريش من اقل انواع الاجبان بالدهون واقلها بالسعرات الحراريه. جبنه القريش تقريبا حسب يعني طريقه التصنيع، في جبنه القريش بتكون عاليه بالدهون، في جبنه قريش بتكون قليله بالدهون، السعرات الحراريه بتتراوح من 35 سعره ل 50 سعره حراريه، واحنا بننتبه انه جبنه القريش لما بنتناولها بتكون شوي هيك مش مبرغله صحيح، بتكون مبرغله شوي، السبب انها بتكون قليله بالدهون. ال 30 جرام هلا احنا لما بدنا نحكي عن الحصص الغذائيه للاجبان دائما بنعير بعلبه الكبريت أوكي. فهي بتعادل 30 جرام بتعادل حجم علبة الكبريت تقريبا، فيها 35 سعرة حرارية المتواجدة عندنا هون بالأسواق بالأردن، يعني فيها نسبة الدسم بتكون 3 جرام فبتوصل ل 50 سعرة حرارية بعد وتعتبر قليلة بالسعرات الحرارية، فيها نسبة بروتين عالية 5.5 جرام من البروتين. هلا بعد القريش بتجي عندنا الأجبان البيضة اللي احنا متعودين عنها عليها، اللي هي الجبن البقري أو الجبن الماعز، جبنة الفتة، جبنة الحلوم، وجبنة الحلوم اللايت، هاي اللي هلأ حالياً متواجدة عنا بالأسواق كلهم السعرات الحرارية بتتراوح من 75 سعرة حرارية ممكن توصل ل 90 سعرة حرارية. والله شف غادة باي ذا وي هو مش كتير عالي بالسعرات، لا هو قصدي فرق بينها وبين القريش صح صح، لأنه نسبة الدهون بتختلف يعني هلأ عن ثلاث قطع قريش بالضبط عن قطعتين إذا كانت فول فات وبتختلف حسب المصنع أو حسب قديش الشركة حاطة فيها نسبة دهون تمام. يعني مثلا هلأ إحنا عندنا جبنة الحلوم العادية بتحتوي تقريبا على 93 سعرة حرارية، بينما الحلوم اللايت فيها 75 سعرة حرارية بتفرق ب 3 جرام بروتين هون 6 من 5 ل 6 جرام عفوا دهون من 5 ل 6 جرام من الدهون بالجبنة الحلوم اللايت، هناك ممكن توصل ل 8 جرام من الدهون، فبتفرق بس بتفرق إشي كتير بسيط بالدهون، بتفرق كمان إشي بسيط بالسعرات الحرارية تمام. جبنة الفتة نفس الإشي تقريبا، معظمهم بيكونوا متوسطة الدهون 75 سعرة حرارية، وممكن توصل أوقات في بعض أنواع المنتجات ل 90 سعرة حرارية. ورح نجي لأكتر نوع جبنة الناس كتير بتخاف منها اللي هي جبنة التشيدر. جبنة التشيدر معروف إنها عالية بالدهون، ما هي المشكلة الزاكي بس بتصير صح شدر. طب الماعز جبنة الماعز أعلى من الدسم من الفتة والدول مش كده ولا هلأ لا؟ هلأ إحنا عندنا جبنة الغنم اللي هي أكتر إشي بيكون في إلها موسم محدد من السنة، هي بتكون أعلى إشي بالدهون شفت، بس البقري أو الماعز بتكون أخف بالعادة. بس خذي الشدر تفضلي فوتي على الشدر شو أوكي. السعرات الحرارية جبنة التشيدر تعتبر من الأجبان المفيدة العالية بالكالسيوم العالية بالبروتين وعالية بالسعرات الحرارية، ولكن الأشخاص اللي بيعانوا من الكوليسترول بدهم يتجنبوا الأجبان الصفر، إنها بتكون كمان عالية بالدهون، ممكن كمان تكون تحتوي على دهون مشبعة
وبتحتوي كمان على كوليسترول، فيفضل الأشخاص اللي بيعانوا من الكوليسترول إنهم يتجنبوها ويلجأوا دائما للأجبان البيضاء. السعرات الحرارية في جبنة التشيدر ب 30 جرام تقريبا تحتوي على 113 سعرة حرارية، فيها 7 جرام من البروتين وفيها 9 جرام من الدهون. بس بدنا نطلع على الجانب الإيجابي يا سمير، إنها بتحتوي على نسبة كالسيوم أعلى من الجبنة البيضاء. الكالسيوم فيها أعلى من الجبنة البيضاء. أكيد عندك نقص كالسيوم، شكلك باين على عينك. صح؟ أروح أضرب جبنة؟ باين على عينك. أعمل إيه؟ بس هلأ بدك تأكل جبنة، كل جبنة تشدر، بس الكمية يا سمير. يعني سمير كمياته بنخاف منها. شوف غادة لما تصحى هيك بالليل تقطع لك كم من هيك كم سلايد، عرفتي لما تكون. طيب بدنا نكمل تعدادهم عشان ما يدركنا الوقت. بدنا نكمل بعد الشدر ايش بيجي اعلى سعرات حراريه؟ هلا رح نحكي عن اللي هي يفضل انه نتجنبهم. في عندنا اللي هي جبنه المثلثات وجبنه الدهن المطبوخين المطبوخه. هلا كريمي بالضبط، هدول بيكونوا عاليين بالسعرات الحراريه، عاليين بالدهون. 30 جرام فيهم 9 جرام دهون مقابل 2 جرام من البروتين فقط، فهي قليله جدا بالبروتين، فما رح تحسسني بالشبع، هي بس انه رح يكون فيها نسبه دهون عاليه ودهون مشبعه. كثير في ناس بتخاف من الاجبان بنسبه الكوليسترول ومن نسبه اللاكتوز الموجوده فيهم. ضروري نحكي انه اذا انا شخص بيعاني من الكوليسترول انا مش ممنوع من الاجبان، ولكن بدي انتبه على الجبنه، اركز اكثر على الجبنه البيضاء وما اكل كميات كثير كبيره. أما الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية من اللاكتوز، فكمية اللاكتوز اللي موجودة بالأجبان بتكون كتير أقل من الحليب، فما الأشخاص اللي بيعانوا من الحساسية من اللاكتوز ما منخاف من موضوع كمية اللاكتوز اللي موجودة في الأجبان، فبقدر أنهم يتناولوها. معلومات شكرا. قيمة معلومات قيمة وأحيانا حلوة بس أحيانا محبطة. أنت عارفة جبنة الدهن دي؟ ده انا نازل سندوتشات في البيت. ما لا جبنه الحلوم، ما لا جبنه الفته يا سمير. خلاص لا، احنا انا بهمني اعرف هذا الترتيب لاني من محبي الاجبان جدا، يعني هي الخيار رقم واحد عندي دائما، فبهمني اعرف هذا الترتيب. نور يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لك دائما معنا.